قيمته 5.9 مليون دولار، مرحاض من الذهب عيار 18 قراطاً يسرق من جنوب إنجلترا حين عرض في قصر بيلينهايم ضمن معرض لفنان إيطالي عام 2019. ويعد قصر بيلينهايم مسقط رأس الزعيم البريطاني وينستون تشرشل، وقد وجهت السلطات البريطانية الاتهام إلى 4 أشخاص بسرقة المرحاض على أن يمثلوا أمام المحكمة في 28 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استعادة هذا المرحاض المصنوع من الذهب الخالص أم لا. ما رأيكم؟